ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق محافظة طول كرم، وذلك بشمال غرب الضفة الغربية، إلى 13 شهيدا بينهم 5 أطفال حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. وداهمت قوات الاحتلال خلال عدوانها على المخيم منازل المواطنين، ونشرت قناصاتها على أسطحها، وأطلقت النار بشكل متواصل وعشوائي في أزقة المخيم، كما خلفت دمارا كبيرا في الممتلكات والمنشآت وجرفت البنية التحتية والشوارع.